اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا انضم لنا ضيوف جدد برحب بيهم. برحب بكابتن محمد داعبس، مدير فني فريق 2006 للناشئات بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا، واكيد حضرتك من اسعد الناس لبناتك اللي طبعا كان عدد كبير منهم هو قوام المنتخب، بالاضافه كمان للاعبات اخريات كانوا يستحق يكون جوه المنتخب. بالفعل طبعا كلنا سعداء في النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي سعيد لان انا بدرب فرقه زي دي في النادي الاهلي، معظم قوامها من لاعبات المنتخب، لكن بالاضافه للاعبات اللي كانوا ليهم الحظ ان هم مع المنتخب كان في كمان اثنين من اللاعبات لغايه اخر لحظه كانوا موجودين لسبب او لاخر، يعني ما وفقوش في ان هم ينضموا لزميلاتهم، لكن هم لاعبات كلهم على مستوى عالي، والحقيقه دي حاجه تسعد. واحنا اول ما جينا مع كابتن سامح لبيب وكابتن ياسر لبيب والاداره اتفقنا ان فريق 2006 هو مشروع، يعني احنا بنشتغل على مشروع هو اللي هيؤدي ان احنا نبقى عندنا درجه اولى كامله او بنسبه كبيره، ما نحتاجش ان احنا نشتري لاعبات من بره، لان احنا عندنا كم من اللاعبات في الفرقه دي الحمد لله رب العالمين هم على مستوى عالي، بتحاول دلوقتي ناهلهم من كافه النواحي ان احنا يكون هم الارث القوي للفريق الاول سيدات، ونكمل المسيره اللي النادي الاهلي بدا يشتغل عليها بقى له فتره. ان شاء الله هيحصل ان شاء الله يا كابتن، واهلا بيك. اهلا وسهلا، منورنا يا كابتن. طبعا برحب بجهاد وائل حارس مرمى الفريق، وكمان دي تاني مره تنوريني ما شاء الله صاحبة المستوى الكبير. اهلا بك يا جهاد. اهلا وسهلا، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. واكيد بنرحب كمان بنوها ايهاب خط خلف الفريق ونجمه الفريق. اهلا بيك يا نوها. اهلا بحضرتك. تاني مره صح؟ اه. قابلنا يمكن من سنه تقريبا. سبع شهور. سبع شهور كنت مع جهاد برضه. كنت ما شاء الله اكبر عليكم. يعني يمكن ابتدي مع جهاد الاول، يعني فاكره المباريات وفاكره الماتشات، انت على مستواكي كان ايه اصعب ماتش يعني ممكن كنت لعبتيه؟ لانه طبعا بيكون لحارس المرمى هو اخر واحد في الملعب. فبيشوف كويس جدا فرقته سواء في الهجوم او في الدفاع. رايك اصعب ماتش كان ايه؟ كان انجولا. انجولا كل اجمع على ده. هو بس عشان كان اول ماتش قوي. واحنا لسه برضو بنخش في مود البطوله ولسه بنسخن، فهو اول ماتش قوي فعشان كده كان التوتر فيه اكتر يعني. طب نيجيريا، ما هو نيجيريا برضو في قبل النهائي مش فرقه سهله. غينيا كانت في قبل النهائي، اسف، غينيا مش فرقه سهله. يعني قصدي اقول لك برضو ان انتوا قابلتوا مستويات قويه في قبل النهائي. بس طب ليه اخترتي انجولا؟ عشان زي ما قلت لحضرتك ان هو كان اول ماتش قوي في البطوله، اللي قبله كان ماتشات كسبناها فرق كبير، بس انجولا كان اول ماتش قوي، فكمان اللعيبه كانت متوتره. بعد كده علينا بقى بالمستوى يعني. طب انت على المستوى الشخصي احلى ماتش لعبتيه ايه؟ كان قبل النهائي والنهائي. قبل النهائي والنهائي عملتهم حلو الحمد لله. يعني ما هو لازم حارس المرمى نص الفريق، يعني انت لو ربنا وفقك وبتبقي يعني موفقه الفرقه كلها بتبقى موفقه. صح، بفرق اكيد مع الفرقه. صح، دي حقيقه. طب فاكره التعليمات كانت ايه؟ يعني كابتن، يعني المدير الفني كابتن رامي ساعتها قال لك ايه؟ هو انا بيبقى الكابتن اللي معايا كان كابتن وليد، ده مدرب الحراس. تمام، ايه تعليماته ليكي السكاوتنج على الفرقه الثانيه كان بيقول لك؟ طبعا كنا نعمل محاضرات كتيره جدا طبعا بقى ان احنا نحفظ بقى لعيب وبيشوط ازاي والستايل والحاجات دي، فبذلنا يعني مجهود كبير. طبعا كان بيقول لي التعليمات العاديه اللي هي للاجوان، ان احنا ان شاء الله نعمل ماتشات حلوه، نركز، نعمل علينا بس يعني. طيب فتره الاعداد والاستعداد لبطوله افريقيا بالمعسكر بالدنيا دي كلها، انتوا كنتوا كام حارس مرمى فاكره في البدايه؟ بداتوا المعسكر كام حارس مرمى؟ اصل انا عشان انا كنت مع الفريق الاكبر، فانا ما كنتش بتجمع مع فرقه 2006 كتير كمان. يعني انت يعني كنت مع 2004. يعني انت الله اكبر، يعني انت حتى جاي على البطوله على طول، يعني انت بتلعبي مع المنتخب الكبير واكيد اساسيه كمان المنتخب الكبير صح؟ الحمد لله. الله اكبر، يعني انت ما شاء الله، يعني ايه اللي هو يا جماعه انا مذاكره الحاجات دي، شفتها قبل كده كتير. استقبل بطولتين ورا بعض عموما. ما انا لسه مفاجاه. الله اكبر ما شاء الله. يعني لعبت البطوله الاولانيه واستنت هناك في تونس ولعبت البطوله الثانيه مع المنتخب. وشروق كمان معاكي صح؟ شروق. ايوه يعني ما شاء الله شروق برده كانت بتلعب مع 2004. الله اكبر بالظبط. لا بس حاجه جميله جدا واحساس حلو ان انت بتلعب مع الكبار، فتنزل مع الصغيرين تبقى متوفق قوي يعني. ايوه صح، يعني تبقى احساس كويس جدا، خاصه يعني لما على الاكبر منك بتبقى الكوره اسرع والكور اقوى، فانت بتنزلي تحت بتبقى الدنيا اهدى شويه، فرق سنتين برضو بتفرق. الدنيا اهدى بس بيبقى بقى في ضغط اكبر، ان انت بقى في فرقتك تحت الضغط تحت اقوى. طبعا عشان انت كبير عشان فرقتك. ايوه صح، ان انت بقى لازم تدي اللعيبه خبرات من اللي انت واخدها ومسؤوليه اكبر وكده. طب نوع جيلك يعني خلاص كل اجمع ان انجولا اصعب ماتش، انت على المستوى الشخصي لعبت احلى ماتش ايه؟ لا هو الحمد لله البطوله دي يعني كان كذا ماتش كان لعبت حلو. قولي لي مين؟ كان ماتش المغرب. الله اكبر. المغرب ده كان فين؟ كان اول واحد.
المجموعات. اول كان في مجموعتنا اول اول ماتش. وماتش انجولا برضو الحمد لله كنت موفقه. ماتش غينيا برضو لا الحمد لله كان لا كان غينيا النهائي. قبل النهائي كان نيجيريا. معلش عشان بتلخبط، اللي قبل النهائي كان مع مين؟ نيجيريا. نيجيريا. طب كابتن قلت نيجيريا، حضرتك قلت لي غينيا فانا اتلخبطت شويه. نيجيريا كانت قبل النهائي. نيجيريا كانت قويه. لا ولا كانت ايه يا كابتن؟ نيجيريا كانت اضعف شويه. هو في فرقتين عملوا مفاجاتين يعني، غينيا ونيجيريا. نيجيريا كسبت مين؟ نيجيريا كسبت في مجموعتها تونس. صحيح. وطلعت وتونس منظمه البطوله فخدت ركبت الناحيه الثانيه. وغينيا كمان كانت في نفس المجموعه، فهما الاثنين طلعوا وانت وانكولا طلعت فقابلتوا بعض. قابلنا بعض. كورسات في الاخر. بس يا كابتن ده يدل برضو ان الفرق مش سهله يعني، النهارده انت بتاخد بطوله اكيد مش سهله لما تلاقي المستوى قريب كده. لا الموضوع مش سهل يعني، اقصد اقول لو هي فرقه واحده قويه تبقى البطوله يعني نوعا ما اضعف. هو البطوله مش سهله وفي نفس الوقت السن جاي، وخلي بالك افريقيا زي ما حضرتك عارف طبعا في الرياضه عموما من تحت بتبقى في مدارس زي المدارس الفرنسيه بتروح هناك وبتشتغل يعني حضرتك لو شفت منتخب فرنسا السيدات او الشابات هتلاقي فيه كذا عنصر منه وحتى درجه اولى رجال، هتلاقي الافارقه اصحاب البشره السمراء بيكون قوة وكمان بيتسكروا بالمهارات وبيدرسوا في فرنسا. وانا قابلتهم في مره البحر المتوسط وانا ماسك منتخب 2000 وهم قالوا احنا ناخد اللعيبه من جنب يجمعوا ياخدوهم يودوهم بيدرسوا ويفضلوا متابعينهم ومراعينهم لغايه الفرق الكبير. انا فاكر احسن لعيبه كابتن في برشلونه اللي كان مع الفرنسي اللي كان بكميل بكميل الله ينور عليك صاحب بشره سمراء. ايوه. واحسن لعيب في برشلونه بالظبط لما لعب قصاد النادي الاهلي في بطوله البوسنه. يعني الكلام حضرتك بتقوله حتى في الرجال مش السيدات بس بالظبط. هو كل حضرتك هي في عموم الرياضه دلوقتي انت عارف القاره السمراء يعني يا منجم ذهب في كل حاجه في كل مش حاجة. بس اللعيبه والله العظيم حتى في الثروات وكل شيء افريقيا كل هي سله العالم كله في كل الخيرات. بس اللي بيعرف يشتغل هناك والاتحاد الدولي للامانه بيوجه هناك دكتور حسن بعثات قويه هناك وبيثقف. الدكتور حسن هو اللي زق افريقيا في كره اليد جامد دي حقيقه. انجولا بالذات هو متولي انجولا سيدات يعني فرق انجولا سيدات الاتحاد الدولي ولا طبعا كل حاجه كل مصاريف. العلم هيدا كنت بتفتح الكتاب مثلا اللي هو بيعرف تاريخ دوله انجولا او يعني ايه هي دوله انجولا هتلاقي فريق الهاندبول سيدات مذكور يعني دي من الحاجات اللي انا بتميز بيها. والباسكت كمان رجال دول والباسكت يعذبونا هم عندهم هناك. احنا شفنا عذاب اليم والله يا كابتن في جيلي ده مع انجولا روقتنا والله العظيم. انا بقول لك بامانه كانت منتخب كنا بننزل نشوف تيشيرت انجولا يعني بصراحه كنا بنشوف عقده. بس انا عايز اجي لك برده يا نهى عشان برده انا ما اتكلمتش معاكي بشكل جيد. طيب ايه الفرق لما تلعب شمال افريقيا لاعبات انت في الملعب بقى؟ اكيد الكابتن عارف الكلام ده اكيد طبعا استاذنا في القصه دي بس انا بتكلم من وجهه نظر اللاعبات. لما تلعب فرق شمال افريقيا زي المغرب زي نقول مثلا الجزائر زي تونس وات ايفر يعني الفرق دي والفرق الافريقيه ايه الفرق اللي انت شايفاه؟ انا بتغيري من طريقه لعبك معاهم ازاي؟ يعني هو الفرق اللي في شمال افريقيا بيبقوا شبهنا شويه جسمانيا شبهنا طريقه اللعب بتبقى شبهنا شويه بس احنا عندنا خبرات اكتر الهاندبول بتاعنا احسن. بس فرق جنوب افريقيا بتبقى قوه اكتر سرعه اكتر فهي بتفرق في طريقه اللعب على حسب المدرب. يعني هو المدرب عايزنا نلعب بطريقه معينه فاحنا هنلعب بيها. بس بحس ان فرق بتاع جنوب افريقيا بحس ان هم ما بيعتمدوش على الهاندبول بتاعهم على قد ما بيعتمدوا على القوه. بس بتعملي ايه بقى لما تلاقي يعني انت دلوقتي خط خلفي فانت بتصوبي من بعيد وبتعملي اختراقات وبتحاولي توصلي للدايره فبيقابلك اجسام وتكتلات قويه انت بتعملي ايه بتتصرفي ازاي كلاعبه في الملعب؟ هم زي ما قلت لحضرتك هم اقوياء فانا لو رحت هاجمت عليهم جسم بجسم هم اكيد هيكسبوني. بس انا لو لعبت بدماغي وبصيت على الثغرات بتاعتهم ان هم اصلا مش بيعرفوا يدافعوا مع بعض جماعي فهقدر اخترق واقدر اشوط من بره. يعني انا فهمت من كلامك ان في قوه بدنيه بس ما فيش التنظيم الدفاعي ولا التالنت في الهجوم فبتبقى الدنيا. طب انت لو جايه يعني على طول تحب تلعبي حد يعني من شمال افريقيا ولا تحب تلعبي حد من افريقيا السمراء في المنتخبات؟ والله هما الاثنين يعني كانوا بالنسبه لنا شفت بقى الاثنين جامدين اخف بقى وكده وكده كانوا بالنسبه لنا يعني عادي يعني عرفنا نلعب عليهم لان احنا الحمد لله عندنا مهارات كتير قوي نقدر نلعب بيها باشكال مختلفه على كل الفرق. يعني نهى انت شاركت مع الفريق الاول عندنا في النادي ولا لعبتي لسه او بتتمرني معاهم؟ طيب ولا اتمرنت معاهم شويه السنه اللي فاتت. محمد عادل صعدك اتمرنتي معاهم شويه؟
بس انتوا الدنيا قريبه يعني، الله اكبر، انتوا سنه او اتنين هتبقوا خلاص درجه اولى يعني بشكل كبير. ونفس الكلام لعبتي مع المنتخب يعني، او لعبتي مع الفريق الاول، انا اسف، منتخبات طبعا بتلعب، منتخب الكبير، الفريق الكبير لعبتي معاه او اداك الفرصه كابتن محمد عادل؟ اتمرنت وفي ماتش يعني طلعته بس ما لعبتش. بس كنت معاهم في السكور. بس دي حاجه كويسه جدا على فكره، دي خبرات، وده اللي بيخليكم متميزين الحقيقه. خبرات طبعا. اكيد في السن الصغير ده. كابتن، يمكن اجي لحضرتك برضو يعني، حضرتك اللي بتتمرن اللعيبه دي في النادي، وحضرتك قلت كلمه حلوه مع كابتن سامح ان ده مشروع. ده حقيقه. وده المشروع اللي انتوا عايزين تبنوا عليه للفريق الاول، بحيث ان احنا نيجي بعد سنتين ثلاثه نلاقي فريق كامل في كل الفريق الجيل ده. كابتن سامح مشكورا قال انه 75% او 80% من قوام النادي من ولاد النادي او بنات النادي اللي اتمرنوا. ده حقيقه. او اتمرنوا في النادي من صغرهم. شايف ان الفريق ده بالكامل يقدر يطلع درجه اولى، ولا ممكن تبقى يعني يبقى وقت هنطلع حد اعاره، حد حاجه يكتسب خبرات ويرجع لنا؟ بتفكروا ده ازاي؟ وهل ده سايبينها لوقتها، ولا من دلوقتي شايفين الموضوع ده؟ بص حضرتك، احنا اول ما جينا طبعا قابلتنا مشكله، حضرتك طبعا اكيد تبقى عارفها، لما يبقى عندك كميه كبيره او عدد كبير من اللاعبين بره في المنتخب بعيد عنك، مش في حضنك بمعنى اصح، لازم توجد الدفع لبقيه اللعيبه اللي موجودين عندنا. فاحنا خلقنا قدرنا نخلق الموضوع ده. بالعكس، انا عندي كان عندي حوالي 8 او 9 في القوام بيتجمعوا، وقدرت كمان السنه اللي فاتت كابتن سامح قدر يضم الفردي على الزوجي. نعم. فجبنا كمان مجموعه من اللعيبه، فبقى عندي على الاقل كمان وانا بتمرن وماشيين، لا المجموعه اللي معايا في الخطه التدريبيه والشكل التدريبي اللي احنا حاطينه بالوعي، قدرنا ان احنا نخلق 5 6 لعيبات كمان يقدروا يسندوا مع اللعيبات دي. الفكره ان احنا بنعمل تكامل، الفرقه الجامده مش اللي عندها 6 كانديد، الفريق القوي اللي عنده 6 وعنده 6 كمان بره، وعنده صحيح. كمان في المدرج. فاهم حياتك؟ بحيث ان اي حد في اي وقت لا قدر الله، حتى لو انت محتاج تريح، محتاج تعمل الروتيشن بتاعك، يبقى عندك. طب كابتن، هما مضمومين على سنه فرديه، هما سنتين الفرد اللي معاهم كان 2007 اللي مضمومين عليهم دلوقتي. يعني هما الكبار في فرقتهم، هما الكبار في فرقتهم. ففي مجموعه الحقيقه جاب برضه يعني، في لعيبه يعني من لعيبه من 2007 لا ادت وقبل البلاء، حتى في الماتشات الوديه على فكره احنا لعبنا ماتشات وديه حتى من غيرهم. وحطيت كنت قاصد ان انا احط اللعيبه دي في كده، لان انا اللعيبه دي جايه بقى لها فتره محمله يعني، هم من نهايه السيزون اللي فاتت جدا مع منتخبين مثلا بهاد ونهى مع منتخب لا اثنين. ومن نهايه السنه اللي فاتت بيلعبوا 2004 و2006 وبعد كده دخلوا موضوع المنتخب 2004 و2006 وبعد كده يجي يلحم في الموسم على طول. لو انا ما اديتش الراحه الكافيه وقدرت اعمل الروتيشن ده ماشي، هتحصل لي انا شخصيا مشاكل. فكنت لازم اجهز البدائل اللي تقدر تبقى طبعا على نفس المستوى. برافو. وهم كمان لاعبات ذو خبره، اقدر اعمل الدمج ما بين اللاعبات دي، هنا هيديني الناتج اللي انا قلت لحضرتك عليه في الاخر، هيبقى فرقه قويه وعندها وعي وعندها درايه وعندها كمان هنسخن اللعيبه خلال حياتك يعني، حتى الشكل اللي انت هتدافع بيه، الطريقه اللي انت هتدافع بيها. كابتن سامح بنقعد وبنتكلم طبعا، وبرجع له انا هعمل كذا وهعمل كذا، كابتن سامح انا في البلان بتاعي كذا، وهو على طول للامانه متواجد معايا بشكل وداعم بشكل رئيسي بشكل اساسي. يعني هو طبعا على المستوى الشخصي هو اخ اكبر يعني، بقالي فتره حدث ولا حرج يعني، ضيفي العزيز دايما هو مدرب يعني، يعني انا بعتبره اخي اخويا الاكبر يعني، بقالي فتره علاقتي بيه الحمد لله قويه، برجع له بنتفق وبننفذ في الملعب بس. طب 2007 لو اتكلمت عن نسبه في الفرقه بتاعتهم كام 2006 وكام 2007؟ طبعا الاغلبيه بتبقى 2006 لان هم الكبار. بس لو قلنا كام لاعب مثلا وكام لاعب تقريبا يعني، خدنا جنة ونور، وخدنا ده شوقي، وخدنا سما، وخدنا لما لعيبه كويسه حوالي 5 او 6. 5 كويس جدا 2007 ده ممتاز. وعلى فكره لعيبه يعني، جايه يعني بقول لك لا ده كده كويس جدا، لان هو اصلا الجيل ده جامد يعني، 2006 جيل جامد. اتفقنا مع حضرتك انا وكابتن سامح في الاول، احنا لما قعدنا قلنا ده مشروع. صحيح. فاهم حضرتك؟ هننتج منه او الناتج بتاعه هيكون كذا. حطينا البلان بتاعتنا على هذا الاساس، ان انا خلال سنتين نادي الدرجه الاولى في السيدات بنادي الاهلي ما تحتاجش ان انا تدعيمات من بره الا يعني في اضيق الحدود. صحيح. وكابتن سامح بالعكس وهو بيشتغل ان هو يمد المشروع ده بشكل متتالي ل 2000 حتى السنه دي، من السنه دي بدا يحط عينيه. 2008 محتاجه ايه؟ برافو. 2010 محتاجه ايه؟ مطالب السنه الجايه 2010 يعني كابتن سامح بيحط 2010 محتاجه ايه؟ ويقول لي يجي يقول لي بص لي على دي كده شوف لي. يعني برضو يعني الحاجه المميزه لونج تيرم ده مهم جدا بصراحة. العمليه يعني بس كنا مفتقدين ده شويه كابتن الاراء بصراحه الاراء عارف هو بيعتمد كابتن سامح يعني، دي حاجه برضو جديده، بيبقى في تعدديه في الاراء طبعا. في
فاهمني؟ والنجاح بيجي من هنا بالظبط، ونشوف الصح ايه نعمله. فهي منظومه جوه منظومه ان شاء الله، الهدف نوصل باللعيبات دي وهم باذن الله توفقوا وهتعملوا حاجه كويسه طالما النيه مخلصه باذن الله. بس انا عارف اسال نهى واسال جهاد عن المنتخب الكبير وعملتوا ايه وايه اللي حصل وليه ما توفقناش ناخد معاه تلات افريقيا. بس استاذنكم نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع فريق 2006 وطبعا مدربينهم في النادي الاهلي واللي فازوا ببطوله افريقيا مع المنتخب منذ ايام، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا خلال فقرتنا او فقراتنا وكمان في الانترو بتاع الحلقه، احنا في منتخب 2006 للشابات واللي لعب بطوله افريقيا واللي فاز في الفاينل وخد البطوله وتاهل طبعا بناء على كده بطوله العالم او كاس العالم اللي جاي في 2024. عندنا من المنتخب ده 6 لاعبات دخلوا المنتخب، يعني عدد كبير جدا، وانتوا 17 لاعب، يعني انت بتتكلم اولموست نص المنتخب تقريبا من الاهلي، بالاضافه كمان لاعبتين كانوا يستحقوا يكونوا جوه المنتخب ولكن لظرف او لاخر او سبب او اخر مش هنتكلم فيه ما كانوش موجودين. يعني انت كنت ممكن يبقى فيه 8 لاعبات ومرشح لزياده يكون من النادي الاهلي. النهارده الحلقه عندنا اتكلمنا في الفتره اللي فاتت عن احلام البنات وازاي لعبوا وازاي حققوا، شفنا كابتن سامح لبيب قال ايه، شفنا كابتن محمد داعب المدير الفني للفريق ده في النادي الاهلي قال ايه. قبل الفاصل كنت بتكلم مع نهى ايهاب طبعا نجمه الفريق ونجمه 2006، وبتكلم مع جهاد وائل حارس المرمى لانهم لعبوا مع المنتخب الاكبر 2004. يعني كلموني عن البطوله كانت فين، انها كانت قبل 2006 كانت فين ووصلنا فاينل ما توفقناش، يعني كلميني عن البطوله بتفصيل شويه. هو انا يعني ما سافرتش مع 2004 بس كنت اتمرن معاهم يعني لحد لما نزلت 2006، فمش هقدر اقول قوي يعني الاجواء كانت ايه. طب انت فاكره هم لعبوا ايه البطوله، فاكره ايه اللي يعني كسبوا ازاي، وصلوا فاينل، خسروا من مين في الفاينل، يعني بس يعني لاي اوت كده للبطوله. هم البطوله كلها يعني كانت بالنسبه لهم لحد ما سهله لان هم البطل السنه اللي فاتت، فكانت كل الفرق يعني كانوا ماشيين حلو قوي معاها. لعبوا في السيمي فاينل غينيا، وفي الفاينل لعبوا انجولا، هم خسروا من انجولا. فاكره خسروا قد ايه ولا فرق 2 أو 3 حاجه كده؟ الدنيا قريبه برضه، كانت قريبه بعد كده. طيب انت كنت معاهم يا جهاد؟ يعني فكلميني على الماتش الفاينل، يعني كل البطوله احنا كسبنا كل ماتشاتنا ولا ما توفقناش في حاجه؟ لا كسبنا كل الماتشات ما عدا الفاينل بس. طب الفاينل مع انجولا الدنيا كانت اكسترا تايم يعني؟ طب احنا اللي كنا كاسبين وهم اللي تعادلوا ولا لا؟ احنا اللي تعادلنا معاهم. اتعادلت ولعبنا في ثانيه وخسرنا في الاكسترا تايم بقى. طيب يعني بتهيألي ده توفيق، يعني ما اقدرش اقول حاجه اكسترا تايم، يعني الفرقتين قد بعض يعني او قوه بعض. اكيد توفيق فعلا من عند ربنا يعني. بس احنا طلعنا بطوله عالم برضه. طلعنا مع الاربعه الاول هم بيتاهلوا بالظبط، مش كده زي برضه منتخب. طيب يعني البطوله دي ساعدتك وقوتك ان انت بتعامل البطوله اللي بعديها اكيد تبقى افضل صح؟ طبعا. انا كنت بتكلم يعني مع اللعيبه وكده في 2006 ان احنا مش عايزين نتحط في الموقف اللي انا اتحطيت فيه مع 2004، الحزن وكده موقف بصراحه كان صعب قوي يعني. برغم ان انتوا تاهلتوا لكاس العالم بس زعلانين ما خدتوش طبعا أفضل. لا لان احنا اصلا يعني اللي هو داخلين احنا هناخد البطوله، ما فيش اوبشن تاني اللي هو احنا ابطال. فدي طبعا كانت الحزن بقى في كده، وكنا كلنا بصراحه باقيين جدا بقى وحزن رهيب يعني. بس الله اكبر عليكم يعني لما تكونوا مع المنتخب الكبير في السن ده والمنتخب الاكبر منكم لا يبقى انتوا ان شاء الله مستقبلكم هيبقى بشكل كويس جدا. ده مش معنى كده ان اللي ما لعبوش ان هم لا، اكيد لهم مستقبل برضو، بس لما تاخد خبرات زيكم كده مع المنتخب او الفريق الاكبر بتبقى الدنيا احسن. ويمكن برضو كابتن محمد يقدر يزيدنا بكده وكابتن سامح، يعني هل لما دي سياسه من سياسات النادي ان انتوا بتصعدوا الاصغر يلعب مع الدرجه الاولى، يعني دايما بتخلوه ياخدوا ستيب اعلى ولا ده مش عندنا في النادي الاهلي، بتخلوا اللاعب يركز في سنه؟ بص يا عايز، هي المشكله عندنا ان احنا دول السن اللي يعني اللي هو المرحله الثالثه، يعني عندنا الدرجه الاولى 4-6 تمام، فاحنا اللي بياخدوا من 4، فاهم ازاي؟ السته بنحاول نزق بقى، يعني دول بنحاول نزقهم فوق في الدرجه الاولى يلعبوا، فاهم، ياخدوا احتكاك. طب ما بيزقهمش مع 4 2004 يلعبوا؟ لا دول لعبوا اساسي 2004، يعني دول ممتاز. يعني كل الخمسه او السته دول المجموعه دي اساسي من قوام 2004. ممتاز. يعني اساسيين في 2004. اساسيين في 2004 طبعا. طب حلو، يبقى التصعيد اهو شغال، يعني قصدي اقول ان التصعيد شغال. هو احنا بس عايزين ايه، ان المجموعه تطلع مع الدرجه الاولى شويه، الاحتكاك اقوى، فاهم ازاي؟ بس ممكن ما تسعش الدنيا عشان الدرجه الاولى ممتلئه. طبعا هي ممتلئه، بس ممكن تبقى في الاعداد شويه في حاجه يعني بنحاول، يعني بنحاول ان احنا نحطهم حتى معنويا، فاهم ازاي؟ ان البنات دي تبقى معاهم شويه فوق. صحيح. ولسه كده كده في وقت، يعني الحمد لله ما شاء الله اكبر، هم 17 سنه
فلسه في وقت يعني، يعني سنتين ثلاثه لو شاركوا بشكل بسيط، السنه الجايه بيبقى اكتر، اللي بعديها بيبقى اكتر. يعني قصدي اقول الخطه دي ان شاء الله تجني ثمارها. لا لا موجوده ان شاء الله باذن الله، ويبقوا في حته ثانيه باذن الله يعني ان شاء الله يعني. طب كابتن محمد شايف بحكم ان حضرتك كنت ماسك منتخب 2000 و2000 دلوقتي خلاص الله اكبر درجه اولى، درجه اولى دلوقتي خلاص كلهم بقى انتهى الموضوع يعني. فشايف ايه اللي ينقصنا في منتخبات السيدات والناشئات ان احنا نروح بطولات عالم نعمل حاجه يعني؟ الرجال والشباب والناشئين دايما الناس بتتابعهم وفي مربع، ايه الفرق يعني؟ احنا في البرنامج كنا دايما بنساند ده وعايزين ده، محتاجين ايه من وجهه نظرك عشان نوصل زي الرجال؟ هو محتاجين الاستمراريه، ومحتاجين احنا نحط البنات دول على تراكس محدد وبلان تبقى واضحه للجميع كانديه وكمنتخبات، والاثنين يشتغلوا في نفس السياق. يعني حضرتك قلت من شويه هل ده اثر؟ اثر، اللي هو موضوع التصعيد. نعم. انا بيخدمني مثلا في النادي الاهلي انا بقى عندي 5-6 لاعبات اساسيين فوق، فبالتالي بقى ستار في فرقتي. مش بتخسرهم في التمرين يا كابتن؟ هي على هي بالاتفاق انت محتاج مين وهلاعب مين. صح، فاهمني حضرتك؟ طيب احنا بقى لي 5 بطولات افريقيا انا باخد الصغيره الناشئات وبخسر الشابات. يعني مواليد 98 كسبوا اول واحده خسروا ثاني واحده، مواليد 2000 كسبوا اول واحده خسروا ثاني واحده، 2002 كذلك، 2004 حلوه الدراسه، 2004 حلوه الدراسه دي، 2004 كذلك. ليه؟ لان زي ما قال كابتن سامح من شويه، انت بتخلص بطوله افريقيا ما بيبقاش الوعي بتاع الفرق او الرجال والناشئين اللي هم في السن ده او المرحله دي، ما بيبقاش عندهم الوعي الكافي. اتفرج على انجولا كمان سنتين، اتفرج على انجولا كمان سنه في بطوله العالم، بيشتغلوا والاحتكاك دائم، واحتكاك بره فاهمني، بماتشات بمباريات فاهمني حياتك. الموضوع متوزع ومعروف من سنتين، احنا منتخب وسته. لا شوف انجولا رحت هتلاقي معروف ومعسكراتهم امتى، مبارياتهم الداخليه امتى، مبارياتهم الخارجيه امتى، وهنسافر امتى. احنا بنجمع لكن حسب، مفيش استمراريه قبل الحدث بشهرين ثلاثه. للامانه برضو الاتحاد المصري مشكورا مؤخرا قدر يخلق الدافع. فعلا. كان قبل كده ما كانش فيه الدافع يعني خلص. يعني قبل كده كانش فيه منتخب سيدات اصلا. انا مش بتكلم، انا بتكلم الاتحاد فعلا ككيان قدر يخلق الدافع. يعني من قبل كده كمان كان في مشروع فعلا اللي هو يتعمل منتخب اهو السيدات، ده خلق الدافع، لان كان كل بنات مصر يوصل عند 20 سنه، عند 20 سنه شكرا، لو لعبت الدرجه الاولى، لو لعبت في الدرجه الاولى بتاع ناديها شويه وبتزهق وشكرا. لا النهارده بقى عندي الدافعيه، النهارده بتروح منتخب اول بقى يروح افريقيا. 10 سنين ما شاركناش بالظبط، 11 سنه انا دلوقتي بدور انا منتخب اول انا كمان اخش ضمن المربع عشان العب بطوله عالم. لو احنا قدرنا نخلق الدوافع دي كلها هتلاقي البنات دي كلها كله بيشتغل، عشان كل واحد اكيد مفيش اللعيب القوي ما بيقفش عند الليمت معين. يعني مش هتلاقي مثلا علي زين ولا يحيى الدرع ولا يحيى خالد ولا اللعيبه اللي لها اسامي كبار ولا القديمه ولا كان جوهر ولا كان ليه ليمت. لا بتلاقي على طول كل ما يعمل قمه يحقق قمه يبص للقمه اللي بعدها، اللي بعدها. المشكله مش ان انت توصل، عشان كده قلت الخمس بطولات اللي احنا خدناهم في الناشئات ما خدناهمش في الشباب. مشكلة ان انا اوصل، مشكلة ان انا افضل مستمر في الوصول واروح من قمه لقمه، ان انا اخلق الدافعيه للبنات او اخلق الدافعيه للمنتخبات واخلق الدافعيه كمان للانديه. ولازم يكون في لغه حوار ولغه نقاش ما بين الانديه وما بين الساده مدربي المنتخبات، عشان خاطر نوصل برضو ان انا اللعيب ما يبقاش مطحون ما بين الاثنين. المدرب اللي انا مدرب النادي، انا النادي هيحاسبني على نتيجه، فانا باخد اللعيب انا ماليش دعوه انت بتعمل هناك. مدرب المنتخب طبعا يقول لك لا انا اللعيب يجي لي انا منتخب. ما لو ما فيش تناسق هتلاقي خلي بالك اللعيب فيه اصابات في 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 فاهمني. لازم الموضوع يبقى ماشي سيستميك، يعني لازم الناس تبقى فاهمه هي بتعمل ايه وحاطه بلان للكلام ده. حطينا الكلام ده هنقدر نوصل لاقصى درجه ممكنه. احنا على فكره حققنا 2004 فرغالي، دكتور فرغالي حقق 7 عالم، رامي عبد اللطيف قبل كده حقق 9 عالم. يعني لا وصلنا لمراكز كويسه، ممكن نعمل ممكن نعمل، بس مش عايزينها تبقى يعني مرحلة بتوفيق او عدم توفيق، لا عايزينها تبقى بالتخطيط. فاهمني حياتك؟ المدارس اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي في اوروبا، حتى المدربين، حتى احنا كثقافيا للساده المدربين لازم احنا نشتغل على نفسنا. يعني لازم احنا نشتغل مع نفسنا. وانا واحد من الناس بحاول الكلام ده يعني. انا برضو عايز اسال كابتن سامح برضو حضرتك مجهود، هل احنا طبعا تركيزنا على اللاعبات ودي حاجه مهمه جدا، ولكن برضو اكيد في ورك شوبس، في ورش عمل، في تراك انتوا ماشيين فيه مع المدربين، هل ده وارد؟ خاصه انتوا السنه دي تقريبا في 2 راحوا معايشه بره، افتكرت حاجه زي كده او
حاجه حصلت يعني، كلمني عن البلان اللي انتوا عاملينها للمدربين. هو بص احنا بادئين من السنه اللي فاتت يا هيثم، ان احنا كان عندنا المدرب الاسباني مستر ديفيد ديفيدز، هو اللي قبل مستر لا اللي قبليه كانوا حاطين ياسر وكان دانيال ياسر والكابتن خالد العوضي. عملوا قعدات مع المدربين، مع الراجل ده بيشرح الفكر. السنه دي برضو ديفيز جه قعد مع المدربين وابتدى يشرح في الاول، بس هو الفتره دي هم مضغوطين شويه فاهم ازاي، لكن البلان ده محطوط ان هو يجي ويقعد ويشرح. خاصه ان مستر ديفيز زي ما شفناه وهو بيحاضر في بطوله البوسنه، عملوا له محاضرات وحاضر في مدربين كتير، يعني قصدي اقول ان هو راجل محاضر. ده لازم نستغل الفرصه دي، وبييجوا ينزل الملعب ويشوف المدربين وبيصلح التكنيك بتاع اللعيب والكلام ده كله. فاحنا ماشيين الحمد لله في خطى ان احنا نبقى في حته تانية باذن الله يعني. وانا برضو عايز اسال اللاعبات يعني، هل بيحصل مثلا كلام مع كابتن محمد عادل زولا كراجل مدير فني الفريق الاول؟ هل بيقابلكم مثلا بيديكم توجيهات؟ هل في يعني لينك مع الفريق الاول؟ برضو حاجه برضو تهمنا ان انتوا في الاول والاخر هيبقى مستقبلكم للدرجه الاولى، هل بيحصل ده ولا لما بيبقى في تمرين اكيد بيحصل؟ يعني واحنا لما بنشوفه اكيد بيقول لنا كومنتات مثلا، او لو في تمرين بيبقى كده يعني، في تواصل يعني. طب وانت يا جهاد برضو نفس الكلام، هل في تواصل مع مدرب حراس المرمى ومدرب اللي في الدرجه الاولى؟ بيشوفك لو حاضر مباراه بالصدفه ليك وبيوجهك، يعني في اللينك ده ما بين الدرجه الاولى ولا لا؟ في التمرين موجود اللينك في التمرين الحمد لله. وانتوا حاسين انتوا بتستفادوا من اللينك ده اكيد؟ طبعا. في الاول وفي الاخر يعني الدرجه الاولى دي برضو خبره، يعني انت بتطلع بتاخد خبرات بتفيدك مش بس اكيد. المستوى انت محتاج خبرات. طبعا. ويمكن كابتن محمد يعني انا بشكرك فعلا، يعني الراجل وضح كده من وجهه نظره ايه اللي محتاجه منتخب مصر. يعني انا اراجع الاستمراريه والدوافع والحوار ما بين الانديه والمنتخبات، لانه من غير الحوار انت هتتعرض لاما الاجهاد يا اما الاصابات لاما. ولكن هل مثلا بنفكر، ما الاتحاد برضو ممكن يكون معذور لان البادجت اللي ممكن تبقى محطوطه له ممكن تبقى بادجت مش بالكبر الكبير اللي يقدر بيها يمشي في نفس التراك رجال وسيدات، شايف ده ممكن يكون عائق برضو يا كابتن؟ لا يعني ما شاء الله بصراحة يعني الاتحاد بقاله فترة من الاتحاد السابق والاتحاد الحالي ماشيين في خطة اقتصادية كانت تكيب الحقيقة فلوس كويس وقدروا يخلقوا رقم صحيح. وقدروا فاكر رقم 50 مليون ده كان وصل اعتقد 150 مليون وصل 150 اعتقد كان الكلام ده، دي سياسة طبعا ناجحة للاتحاد ككيان قدر يخلق للمنتخبات والدوري المحلي كمان. والدليل منتخبنا الاول للرجال طبعا ومنتخب السيدات لما اول مشاركه افريقيه بعد غياب قدر يعمل برضه نتيجه كويسه الحقيقه. الحمد لله في السنغال. منتخب 2004 في كاس العالم اللي فات، منتخب 2006 في افريقيا، منتخب 2004 انا بشد على كل البنات بقول لهم هارد لك وصلت النهائي، ده في حد ذاته بطوله كويس جدا وخسرنا بشرف بعد اكسترا تايم. وخسرته بشرف واكسترا تايم. توفيق وعدم توفيق ده موجود في الرياضه، ما نجلدش ذاتنا زي ما بيقولوا. لا مش عائق، الاتحاد بيقدر يوفر الحمد لله، بس هم اتظلموا 2006 الحقيقه البنات دول اتظلموا. مش معدات كويس. هم 30/6 لا احنا انت كنت بتعمله قبلها بسنه ونص بتلعب بحر متوسط، بتروح تلعب بحر متوسط. في السن ده. ممكن مره وممكن اثنين كمان بحر متوسط وبعد كده تخش افريقيا. اتظلموا ليه بقى؟ كورونا؟ وتوابعها يعني في لخبطه حصلت. في لخبطه حصلت بس في البلان وتوابعها، فهم اتظلموا يعني. فالحقيقه لا اعتقد ان شاء الله يعني بالساده الموجودين حاليا في الاتحاد والساده المدربين الزملاء يعني ان شاء الله يبقى الحظ ليهم اوفر واقوى الفتره الجايه يقدروا يحققوا مع البنات كل اللي هم عايزينه. ونجاح البنات بيخلق خلي بالك في الانديه حاله تخلي كل ام وكل اب وكل مدرب عايز يبقى بنت من بناته موجوده في الحته دي، فبيبقى حريص ان هو يبقى ماشي في نفس التراك. صحيح. احييك يا كابتن. طب نهى قبل ما نختم الفقره، امنيتك ايه وطموحاتك ايه زي ما اتكلمنا من سنه؟ وانا صراحه امنيتي ان انا ان شاء الله اطلع درجه اولى النادي الاهلي، ويعني ان شاء الله اسافر كاس العالم ده يجي لي عقود مثلا من بره يبقى احتكاك احسن. نفسك تلعبي بره؟ ان شاء الله. ان شاء الله تقدري باذن الله. ان شاء الله. جهاد يعني انت ايه بقى نفسك في ايه، بتفكري في ايه؟ خاصه الحمد لله ما شاء الله يعني الله اكبر ربنا يحفظك ماشيه بخطى كويسه جدا الحمد لله. لا ان شاء الله طبعا خطوه كاس العالم دي خطوه مهمه، يعني لازم ان شاء الله نحقق فيها ميداليه. استعدادها طبعا هيبقى مختلف عن افريقيا وكده، شغل تاني. طبعا وطموحات طبعا ابقى في وسط النادي الاهلي،
يبداوا يدعموا. انت لعبتي كاس عالم قبل كده صح ولا؟ اه لعبتي مع 2004. 2004 صح كده؟ انا فاكر كنا مع بعض بعد كاس العالم. أيوة صح. صح صح انا فاكر. وكنت بطولة افريقيا اللي قبليها خدت فيه كاس تقريبا او حاجه انا فاكر. أوه. صح انا فاكر افريقيا ناشئات 2004 خدتي افضل حارس مرمى صح ولا؟ لا لا خدتي واخدتي حاجه يعني خدت افضل لاعب بس. أيوة. في كاس عالم. ايوه الله ينور عليك. أيوة. صح انا فاكر حاجه زي. فانت عايزه تكملي عايزه توصلي بعد بالظبط وفرستي من النادي الاهلي طبعا ده حاجه برده شرف لاي حد بس ان شاء الله يعني يبقى في دعم يعني من للناشئات خصوصا ان احنا الحمد لله عندنا خبره كويسه دلوقتي لعبنا كذا بطوله فاكيد اكيد هنفرق مع الفيرست تيم يعني بس يعني. وبشكر طبعا معلش في النهايه لا خدي راحتك بشكر طبعا اسرتي يعني كانوا دعم كبير ليا في كل الاوقات بصراحه والدي ووالدتي وجدي يعني برضو بحب اشكره جدا وجدتي كله يعني بصراحه اشكرهم جدا جدا بصراحه وقفوا جنبي على طول على طول واقفين جنبي وانا بشكرهم معاكي وبشكر كل اسر اللاعبات لان الحقيقه هم السل او الخليه الاساسيه اللي بيها البنات واللاعبات يقدروا هم الاساس طبعا وخلينا برضو نوها تشكر لان طبعا كده يعني لو بابا ومامتها هيقولوا شفت جهاد غيرتنا يعني تشكري مين يا نوها؟ احب اشكر والدي ووالدتي طبعا لان هم كانوا داعم كبير قوي ليا معايا في الماتشات على طول يعني فعلا كانوا بيقلقوا عليا على طول دايما عايزني على طول ابقى في احسن حاله واحب اشكر اخواتي بجد يعني لان هم كانوا على طول ما بيسيبونيش وعلى طول في ظهري حتى دراسيا كانوا على طول دعم ليا فالحمد لله يعني احب اشكرهم جدا ويعني مهما قلت مش هيكفيني فيهم كل الكلام بجد ان شاء الله وربنا يخليكم لبعض ومزيد من التوفيق اكيد بشكرك نوى ايهاب طبعا نجمه الفريق نورتيني وشرفتيني جهاد وائل حارس المرمى طبعا نورتيني وشرفتيني والف مبروك شكرا جدا ضيف العزيز كابتن سامي حبيبي عايز. حبيبي ويعني صديقي الشخصي النهارده دايما بشكرك ومزيد من التوفيق ان شاء الله في النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كابتن محمد دابس ربنا يكرمك ويوفقك السنه دي يعني ما شاء الله يعني وانا بتكلم حضرتك مشروع يعني مدير فني مش مشروع انت خلاص عديت بقى مشروع دي ما شاء الله الله اكبر شكرا لا ليك مستقبل كبير يا كابتن محمد نورتني وشرفتني شكرا جدا يا فندم انا سعيد ان انا كنت مع حضرتك النهارده في النادي الاهلي ان شاء الله ومبارك لك بالفوز قريب ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا مع 2006 منتخب مصر لاعبتنا من النادي الاهلي كل التوفيق ليهم عندهم بطوله عالم السنه الجايه 2024 في الصين يأدوا فيها أداء كويس وهو ده اللي احنا عايزينه فريق السيدات والناشئات والشابات يكون نفس المستوى نفس الإعداد ونفس الاهتمام زي اللي في الرجال بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأبطال